متابعي ومشاهدي قناة مقتطفات، تحية طيبة إليكم. وبعد، سنستعرض في هذا الفيديو أرخص مواد طبية منومة متاحة بدون وصفة طبية متوفرة في كل بلدان العالم، وهي مادة إيزوبوتلول. هي مادة منومة لا تنتمي لمجموعة البنزوديازبينات، إنما تنتمي لمجموعة سايكلوبيرولول. تتوفر في كل أنحاء العالم تحت الاسم الأصلي إيزوبوتلول وأسماء تجارية أخرى سنستعرضها معا. موانع الاستعمال تكون لمرضى قصور الكبد ومرضى قصور الكلى وفترات الحمل والرضاعة والتزامن مع الكحول والمنومات الأخرى ومرضى الاكتئاب ومرضى انقطاع النفس أثناء النوم. من أشهر الأسماء التجارية لإيزوبوتلول ميت كلمة، وتوفر بتركيزين 1 مللي جرام و3 مللي جرام. يتوفر منه أيضا الاسم التجاري سليبز بتركيز 3 مللي جرام، ويتوفر نوكتبلون بتركيز 2 مللي جرام، وكذلك نيستاكولان بتركيز 2 مللي جرام، وفي الأخير ماجيك كلون بتركيز 2 مللي جرام. أيضا الاعتماد على أدوية إيزوبوتلول لفترات طويلة يسبب التعود والإدمان. وفي نهاية الفيديو نترككم في رعاية الله وحفظه.